دموع وضحكات ومشاعر مختلطة في نهاية دور البراعم لكرة السلة. لن أطيل عليكم كثيرا، دعونا ندخل إلى تفاصيل هذا النهائي. هل تتذكرون أبطال مسابقة دوري البراعم لكرة السلة في الموسم الماضي؟ الأمر نفسه يتكرر مرة أخرى مع نادي الحمرية الثقافي الرياضي الذي حل ضيفا على النصر في نهاية مسابقة دوري البراعم لكرة السلة. بعدما تفوق الحمرية على الشارقة في المربع الذهبي وضمن وصوله للنهائي، أراد الفريق مرة أخرى أن يثبت للجميع بأن قادم بقوة لعالم كرة السلة للدفاع عن لقبه مع مدربه المصري إكرامي الرديني. وعلى عكس المتوقع ظهرت شراسة الفريقين منذ البداية. لم يكن أحد يتوقع أن نشاهد هذا الكم الهائل من النقاط، فقلما ما نشاهد كرة ضائعة وكأنك تشاهد مباراة لدوري الرجال. التنافس كان على صفيح ساخن، وكل لاعب يعرف تماما ما يصنع بالكرة. توجيهات مستمرة من المدربين والتشجيع متواصل أيضا. كل هذا نسج خليطا من الإثارة والمتابعة المكثفة للنهائي. وصلنا للدقائق الأخيرة، النتيجة متقاربة جدا وفارق النقطتين ما يزال لصالح الحمرية. تبقى ثوان قليلة ويطلق الحكم صوت النهاية. خطأ أخير والحمرية يبحث عن الاستفادة من الوقت. بعد رمي الكرة انهار الفريق من البكاء في مشهد درامي يؤكد للمتابعين مدى أهمية هذا الانتصار. تأثر اللاعبون بشكل جنوني ونزل أعضاء مجلس إدارة النادي بمن فيهم سعادة حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي. وبشكل رسمي الحمرية يتوج بلقب دوري البراعم لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي بعد التفوق على العميد بنتيجة 94 مقابل 92. الحمد لله فضل ربنا كبير، مباراة كبيرة تليق بنهائي فريق البراعم للدولة، في سكور 92-90. شوف قد ايه فيها ندية، قد ايه لاخر ثانية مع فريق كبير مع مدرب كبير كابتن محمد الحلبي لفريق النصر، مدرب محترم. ما كانتش حاجة بالسهولة والبطولة ما بتجيش بالسهولة. ربنا عوضنا بالدوري اللي احنا نستاهله، والاجمل في القصه دي اللي احنا لسه كنادي حمريه لسه بقالنا ما كملناش الثلاث سنين بناخدوا الدوري والكاس السنه اللي فاتت ودوري البراعم، ثلاث بطولات بنسبه 100% ومنضيف عليها البطوله الرابعه السنه دي في ظرف سنتين، فده انجاز يليق بمجلس اداره نادي الحمريه. وهاي نقولها شو للمره الثانيه شو على التوالي. على التوالي الحمد لله اليوم فزنا بمساعده فريقي ومساعده الكباتن وخضينا الكاس الحمد لله. الحمد لله كلهم ما قصروا، أبوي ورئيس النادي ونادي الحمرية ومجلس الشارجة على هذه البطولة الحلوة. أنا أهدي هذا الإنجاز لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي. الحمد لله اليوم فزنا مضيع التوالي، وأهدي هذا الفوز على مجلس الإدارة.